جيت لك مخصوص عشان اقول لك اني رجعت في كلامي، يعني كفايه الشرطين الاولانيين. ما اقدرش احرمك من مهرجان بعلبك. انا وصباح هنتجوز الخميس الجاي، يعني عاملين حفله صغيره كده وعايزين حضرتك تكون اول المعزومين فيها. انت اللي عرفتنا على بعض وهتشهد على كتب كتاب ان شاء الله. مبروك يا احمد. مالك يا استاذ؟ مبروك يعني مش طالع من قلبك؟ قلبي بيحبكم انتوا الاثنين، بس عقلي شايفكم شخصيتين مختلفتين عن بعض في كل حاجه. ايه يا استاذ، بس الحب يعني قادر على كل شيء. صحيح الفيلم اللي احنا عملناه سوا ما نجحش، لكن ان شاء الله جوازنا ينجح. جوازكم هينجح بشرط واحد، ان كل واحد فيكم يحاول يعيش حياة التاني، مش يخلي التاني هو اللي يعيش حياته. انا وصباح فاهمين كده كويس، حبنا لبعض هيخلينا نتنازل كتير. في الحالة دي هفرح بيكم، وهبقى اخيرا لقيت القصة اللي هكتبها عشان تمثلها صباح في السينما. قصتي انا وصباح؟ لا، قصة صباح معاك انت بعد كل القصص اللي عشتها من قبلك. وهكذا اعزائي المشاهدين قد تعرفنا على خلق المسلم، والى لقاء اخر في الحلقة القادمة ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا لسه شايفاك في التلفزيون يا حبيبي. مبروك على البرنامج الجديد. ومبروك أنت كمان على الصور الجديدة. ها إيه رأيك؟ يا أحمد أنا كنت قاعدة في مكان عام وما كنتش أعرف إنهم هيصوروني وينشروا الصور في المجلة. وإزاي مدام تقعدي في مكان عام وأنت لابسة فستان عريان بالشكل ده؟ مش عريان ولا حاجة. هو ده موديل الفستان. يعني يوم القيامة هتقولي لربنا هو ده موديل الفستان. انت ليه بتحاسبني من دلوقتي؟ ما ربنا هيحاسبنا كلنا يوم القيامة. انا بحاسبك يا مدام بصفتي جوزك. ازاي اكون مذيع برامج دينية وانت بتلبسي لبس العريان ده؟ انت متجوزني وعارف اني فنانة. 100,000 مرة اقولك ان الفن مش حرام، اللبس ده هو اللي حرام، وانا مسؤول عنك قدام ربنا سبحانه وتعالى. الحديث بيقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. خلاص يا سيدي، سماح النبادي، مش هلبس كده تاني. والفساتين العريانه اللي ماليه الدولاب جوه هلبسها لك انت وبس، وحفظت الفساتين جديده تليق بمرات مذيع البرامج الدينيه. خلاص افردها بقى، فك التكشيره عشان اقول لك الخبر الحلو اللي عندي.